تسجيلاتك يا حرز الله الأولى وما هي حي الله يا داخل على اليوتيوب اسمع حرز الله بتتجلى. هالليلة يا أبو عدنان اتغنى واطرب الأذان للصفوطي هالعنوان واعطيني كل أشعار يا أبو رمز 120 أبو عدنان بالرواية نشوية حداية حتى نعلي للراية ونرجع تراث الختيار الراية بدنا نعليها ونحافظ على مباديها يا عيلة وأهاليها إكبار إكبار بتبكوا كبار أنا والليلة معنا عيلوط لمعلاج صافوط ما حب إحنا بنفوت وبنفتح للدير والدار والله تسلم لي عرامي أو لا رامي احترامي الكم بترف إعلامي أحرار وبتبكوا أحرار أو يا عم بن عم وخالي تغن ارتجالي يا أبو أحمد يا غالي أو تسلمني يا ابن الأحرار برغوثي عيني وطي عيني وطي برغوثي الكراي العالي طول العمر طول الأدهار أنا هذي الليلة بتجلى سجلها يا حرز الله معنا تتعلى ونخلي القلب كبار كبار سجل سجل لما سجل لما سجل 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 أعمالي ما بأجل وبحب أحبابي شو مختار أنا يا عابد يا أبو الهيجاء علينا لا تحتجا والكفال مقدرجا نشام وعالم أحرار أوحيي كل الأوادم انتو نبع المكارم حبيب الكالب حازم أو إلكم باقات الأزهار أنا يا أبو مجلي حيينا حيينا أهالينا وين تغالي علينا أو مهما طالت الأدهار أو دخل عيونك يا كارمي نتفاهم وأنا فاهم حافظتوا على المعالم أو برغوثي في قرار أنا كارم محي وحازم ومجلي والأوادم أبو إحماد الفاهم هالدنيا وكل الأشعار يا حرز الله في رام الله في رام الله يا حرز الله عن الواجب ما بنتخلى بارك بارك بإذن أنا هذي الليلة من عمي تخيلك شد الهمة إحنا وصلنا عالكمة فوق الجبل والأوعار إحنا اللي وصلنا عالكمم أو خلي الكلمة تنفهم عبودي مثل العالم أو أشهر من عالم عانى يا أبو العالم والبيارك ليها على الرايك البرغوثي ساهم حارك من نار صانع من نار أو خلي الكلمة مليحة يا محمد بلا فضيحة بو عمار في ريحة أول ما ويصل بو عمار داخلك يا بندنامي ما فيش استسلامي من بعمار الكرامة أجانا أبو عمار سلم 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 أو نصيحة لا تستسلم بدي العالم تفهم أو بدي تعطيني أشعار يا علي اسمع فني وكل انت يا ابن الأصول إذا بغني علي أرغول بركز جميع الأطفال أو خلي الكلمة مفهومي أنا شكلت الحكومة عيب عليك يا بوبي تيجي تتحدي الكنار شو مالك بهالدمعة هالجمعة أحلى جمعة دخيلك يا أبو صلعة الليلة لفتك كل عيار نصيحة لا تتحداني أو يا أبو المعد الملياني مثل المنشار لساني ولساني مثل المنشار لسانك بالكلمة نبرة تأتي مثل الجمرة يا أبو هالكنز الحمرة أو خلي العالم مبسوطة أو خلي الكلمة منكوطة مثل الطاس المضغوطة يا محمد بتضرب بوشار شو مالو شاد يجعى حاله يخاف من خياله بتخربش في إحباله لما بيغني أشعار أو دخيلك يا علوشي رايح يطلع بلوشي هذا مثل الجاروشي جاروشي بتفحم في حجار الجاروشي بالإيطار برغوثي جاي الكسارة انت مثل الصرارة بطحانك طاحن الحجار او كل الدنيا بجمعها وكل العالم بسمعها بالشرار نولعها ونولعها بلا شارة يا ابو رمضان موجودي دخيلك هالعبودي خذوا على الحدود تنقل ع ظهره بالاجار محمد في الشي سميعة محمد في الشي بديعة خذوا علمه في الشيعة هذا بيزبط للكفار اذا عاشي عانا باروح فداوي لك
الجروح وبرجع النفخة تروح بترجع للدين وقرآن. رجع 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 سمع 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 شو مالك بتنجع هد شوي بهالمزمار. دخيلك والله ناديت دخلك يا أبو الجوديت شو مالك والله شديت ع حالك فين التعيار. يا محل مدهب بالي طافي وسعت لك نظافي دخلك مثل الجرافي أو قاعد بجرف في شرشار. يا بن عمي وسمعت الحين يا عابد يا نور العين إذا بغني في جنين ما بيكمل لا نص نهار. إذا بغني في جنين بضرب كل الفنانين بضرب للجلماويين وبصحى الجلماوي الختيار. إذا بتغني في جنين بتروحها في يا زين وما في عندك لا تلحين ولا كلمة ولا شعار. لما يوصل أبو عدنان بيجوا موسى والنعمان صف النعمان بتعبر جوه وردان. يا بن عمي هذي هوروك خليني في عندك ذوق إذا غنينا بالصندوق بطرب بارك يصلح جار. إذا بغني في بورين بطرب لا أكرم بورين بيجوا كل السجالين يصفوا تعطيهم آجار. إذا بتغني في بورين بتروح وركة عشرين وآجارك هي يا زين وممكن من دون الآجار. إذا بتغني في اليمون على حالك ما بتمون يا محمدي متمطحون طول العمر والأدهار. إذا بتغني في اليمون رح تدخن بالغليون وعحالك مش راح تمون وتولع دم والسيجار. مليح تغني في الجنوب لأنك شاعر مشطوب عمرك ما كنت مطلوب لا معنى ولا أفكار. أنا اللي بغني في الجنوب في الجنوب أنا محبوب أنا اللي قطعت دروب عند أهلي وعالم أحرار. مليح تغني في يطا وهناك تشوف لك بسطة لا تدخل أرض السلطة بيعطيك لك أبو عمار. يا بن عمي عزت نفسي والليل بتعليم الدرس خلك في مناطق سي غني وتحفت البشعار. يا محمد يا سعد البيت أنا في مناطق إيه والله تجيب الجي سي بي وتشيلو كشاكل الحجار. اسمع حرز الله شو بيقول بيقول لي كله بهلول أبابك الراس الغول وما عنده كلمة وتفار. هذا حرز الله حبيبي هذا حظي ونصيبي قلبي بدفع ضريبي بملك النشام الأخيار. يا رامي اسمع للتاجر بالبرغوث ظل غامر راسه كراس الباقر لما بضرب على الحجار. أو اسمع يا بن جن صفوت واسمعني يا بن عيلوت عمره ما بقى مزبوط هذا شغلي